بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. كنا في مثل هذه التجمعات في ستره الصمود وفي مناطق اخرى لاطلاق سراح معتقلين ولقضايا اخرى، وكان معنا الاخ العزيز حسن عبد النبي، وكان يحمل هذه السماعة ويهتف الميكروفون، وكان معنا ايضا اخوة اخرين تغيبهم السجون حاليا. فماذا نحن فاعلون؟ هذا ردهم علينا، هذا ردهم عليكم، هذا ردهم على الناشطين. تطالبون بحقوقكم في العمل، حقوقكم في السكن، تطالبون بإطلاق سراح المساجين. الرد هو أن يزجون بكم في السجون ويلفقون لكم التهم ويشوهون صورتكم ويتهمونكم بحرق سيارة الشرطة وسرق وسرقة قطعة سلاح. هكذا يريدون أن يوقفونكم عن هذا النشاط، فماذا أنتم فاعلون؟ إلى السكوت؟ إلى الصمت؟ إلى الضياع؟ إلى الذلة؟ أم إلى مزيد؟ سمعت أناس يسألون، لقد كانت قضية الشهيد وقبلها كان مسيرات، كانت مسيرات ومطالبات بإنصاف شهداء وضحايا الفترة السابقة وسقط الشهيد، والآن قضية المعتقلين ونحن نطالب بزيارة الأهالي للمعتقلين ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين. فماذا بعد؟ وما هي قضيتنا المركزية؟ أناس يقولون بأننا يجب أن نطالب بإصلاح السياسي وبالحقوق الاقتصادية، يجب أن لا تشغلنا قضية الشهيد أو قضية المعتقلين عن قضايانا المركزية، لأن هذا ما تريده السلطة. وأناس آخرين يقولون يجب أن لا ننسى قضية الشهيد. فلماذا سقط الشهيد؟ لماذا شارك الشهيد في تلك المسيرات وسقط؟ ولماذا دخل هؤلاء المعتقلون إلى السجون؟ أليس من أجل هذه القضايا؟ فما هي قضيتنا؟ وعن ماذا ندافع؟ وما هي قضايانا المركزية؟ وما هي قضايانا الثانوية؟ أقول بأن كل هذه القضايا مترابطة معا،
ولا يمكن أن نتحرك على قضية دون قضية أخرى. عندما نتحرك على قضية الشهيد فنحن نتحرك على قضية حرية التجمع وإنصاف ضحايا الفترة السابقة ومن بينها الشهداء وضحايا التعذيب. وعندما نتحرك على قضية المعتقلين اليوم فنحن نتحرك على قضية كل الشهداء وكل المعتقلين وكل الحقوق وكل المطالب السياسية والاقتصادية. يجب أن نربطهم معا، يجب أن نتحرك عليهم معا في وحدة واحدة. كذلك من يتحرك على هذه القضايا؟ هل نتحرك فقط عبر المجلس النواب وعبر العلاقات السياسية؟ أم نتحرك فقط عبر اللجان وعبر الاعتصامات؟ أم نتحرك فقط عبر العمل الحقوقي وعبر العمل في الخارج؟ يجب أن نتحرك بكل هذه الآليات، يجب أن ننسق جهودنا بكل الطرق، يجب أن نشعر السلطة، أن نرسل رسالة للسلطة بأنها إذا استمرت في انتهاك الحقوق، في الاحتفاظ بالمعتقلين في السجون، في تعذيب المعتقلين، في سقوط مزيد من الشهداء، يجب أن نرسل لها رسالة بأن هذا سوف يكلفها غاليا. إذا أدركت السلطة بأن ذلك يكلفها غاليا في مصالحها وفي سمعتها، عند ذاك ستفكر السلطة مرتين قبل أن تعتقل أي منا، وقبل أن تعذب أي منا، وقبل أن تتعامل بالقوة المفرطة مع مسيراتنا وتجمعاتنا. هذا كلام ليس كلامي أنا، صارت صحفية البحرين قبل عدة أيام قالت السلطة في البحرين وفي أي مكان من الطبيعي أن تحاول أن تسكت الناس عن حقوقهم بالقمع وبالاعتقالات. وإذا لم تشعر بأن هناك تكلفة عالية للاعتقال والقمع والتعذيب والقتل فإنها ستواصل في ذلك. فنحن أمام طريقين، إما أن نضعف ونتنازل ونذل، أو أن نواصل وتزيد أعدادنا ونخطط ونعمل ونكون مستعدين للتضحية. فماذا نحن فاعلون؟ هل نذل أم نقول هيهات منا الذلة؟ هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. طلبوا من بعض المعتقلين، من أخواننا المعتقلين، قالوا لهم قولوا لأهاليكم بأن ينشروا خبرا عبر المنتديات وعبر الجمعيات السياسية وفي كل مكان. ربما تكونوا أبرياء ولكن لن نطلق سراحكم ولن ينتهي هذا الأمر دون تسليم قطعة السلاح. أتدركون ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنهم أخذوا هؤلاء أبناءنا أخواننا، أخذوهم رهائن. أي أن تكون قصة السلاح سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، إنهم يعاقبونهم ويعاقبوننا بحجة حرق الجيب وأخذ السلاح، قطعة من السلاح يريدون أن يشعلون البلد. نحن لن نشعل البلد بالنار ولا بالقتل ولا بالضرب ولا بالعنف، هذا ما يفعلونه هم، ولكننا أيضا لن نسكت عن حقوقنا. وسوف يخرج إن شاء الله أخواننا من السجون مرفوعي الرأس ونحن مرفوعي الرأس، وسوف يحاسب كل شخص وكل مسؤول من أعلى سلطة، من الملك ورئيس الوزراء وكل شخص مسؤول في هذه الدولة يجب أن يحاسب على ما يفعل. بيان لجنة أهالي المعتقلين: المعتقلون في خطر، نستقبل الصلاة على محمد وآل محمد. الله مصلي وسلم على
مشيمة. كل الشعب وياك سير يا 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 مشيمة. ولا حبة حتى لا يداهمنا وقت الأداء، نرجو أن تسمحوا بكلمة الأستاذ حتى لا يداهمنا الصلاة. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. بشكل عاجل لأن وقتنا يجد، أقول تكشفت الكثير من الحقائق التي تؤكد بأن كان هناك خطة أمنية معدة وسيناريو أمني، كما ذكر ذلك في أوراق البندر، وأن السيناريو سيناريو الجيب والسلاح كان واقعا فخ قد نصب للنشطاء السياسيين والحقوقيين. واضح أنه كان الاستهداف الأساس كان لكل النشطاء، وليس وعنوان البحث عن السلاح كان مجرد فقط ذريعة. وأيضا الحكومة اليوم، النظام اليوم يعبر عن حقيقته بأنه لا يؤمن لا بإصلاح ولا يؤمن بديمقراطية ولا يؤمن بحقوق إنسان. الطريقة والأساليب التي اتبعت سواء في آلية اعتقال النشطاء أو في تفتيش البيوت أو في ضرب النساء أو في الاعتداء على المساجد أو في معاملة المعتقلين الذين يكبعون الآن في السجون ويعانون الويلات من جراء التعذيب المتواصل، كل هذه الأساليب تعبر عن حقيقة النظام وأنه لا يؤمن فعلا بالإصلاح الحقيقي. لأن من يؤمن بالإصلاح الحقيقي عليه أن يأتي بقوانين تتناسب مع الإصلاح، وعليه أن يخطو خطوات حقيقية للإصلاح من أجل معيشة الناس ورفع مستواه. أما أن تصك الآذان أمام كل هذه المطالب وفي نفس الوقت تستخدم قبضة أمنية قوية ضد الشعب حين يعبر عن رأيه، فهذا منحا خطيرا لن يؤدي إلى استقرار هذا البلد. نقول أن الحكومة والنظام حاولوا دائما أن يجروا الشعب إلى عناوين ليست حقيقية، وقد ثبت في الأيام الخالية الأيام الماضية أنه حين لم يأتي الشغب ولم تأتي قوات الشرطة كانت كل المسيرات منظمة وكانت بشكل جيد، سواء في تنظيم الشوارع أو في طريقة بدء المسيرات أو انتهائها. إذن اليوم هناك مؤامرة لمحاولة جرنا إلى عنوان يختلف عن عناويننا الأساسية، عناوين مطالبنا الأساسية، عنوان كشف حقيقة من قتل الشهيد وتقديم هؤلاء للمحاكمة. إذا قضية مركزية هي مطالبنا الأساسية، وقضية أساسية أيضا هي قضية الشهيد. هم أرادوا أن يحرفوا الموضوع إلى عنوان المعتقلين. سنبقى ندافع عن هؤلاء المعتقلين، عن إخواننا، بكل الأساليب، بكل الطرق والقنوات، سواء في الداخل أو في الخارج. ولا ينبغي فعلا أن تفتر هذه القضايا، والاستمرار ينبغي أن يكون هناك موجود على كل الجبهات، ولكن بشكل يتزايد بحيث يكون هناك مشاركة من أكثر فئات المجتمع الموجودة. لأن قضية السجناء والمعتقلين وقضية الشهيد لا تعني فئات محددة، بل تعني كل شعب البحرين وتعني كل الوطن. وأن الاستقرار الحقيقي إنما يكون من خلال فعلا استجابة لهذه المطالب وتحقيق هذه المكاسب، مكاسب الشعب. لذلك علينا أن نعي أولا عدم حرف البوصلة وعدم الانجرار إلى متاهات الصراع فيما بيننا، لأننا الآن بأمس الحاجة لأن تكون لنا مواقف موحدة ضد هذا النظام وضد أداء الحكومة وضد استهتار الحكومة بكل حقوق الإنسان وبكل المكاسب التي نسعى من أجلها كشعب. اليوم نحن نحظى بدعم من كثير من المنظمات، وستأتي أيضا يعني سيأتي هناك أيضا تضامن وتعاطف مع قضيتنا أكثر،
كل ما استطعنا فعلا ان نستمر في نفس طريقنا السلمي اللي هم يريدون يحرفونا، ولكننا اصحاب حق وسنستمر في المطالبة بهذا الحق دون ان ننسى قضايانا الاساسية، دون ان نحرف البوصلة عن القضايا الاساسية حتى لا يحقق هؤلاء ما يصبون اليه من حرب قضايانا واعتبار قضايا امنية فقط او قضايا سلاح او قضايا شرطة. اقول اشد على ايديكم وعلى الجميع، جميع من يقف مع الاخوة الاعزاء القارعون في السجون، نحن دائما ينبغي ان نكون يدا واحدة مع بعض ضد هذا النظام، لا من اجل بس فقط المطالبة باطلاق سراح المعتقلين وان كان هذا مطلب الان موجود، ولكن ايضا من اجل المطالب الاساسية التي ضحى شعب البحرين من اجلها وقدم الكثير من الشهداء والضحايا الذين عانوا في السجون السنين في السنين الماضية. اقول اشد على ايديكم والله يقوينا جميعا ويثبتنا على الطريق، ونستمر ان شاء الله دون كلل ولا ملل من اجل الوصول الى يوم تحقيق مطالب شعب البحرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. احسنت. صلي وسلم على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. الله اكبر، الله اكبر. النصر السلام، النصر السلام، النصر السلام. على الحضور والاستمرار في هذه الفعاليات السلمية.